عقار جديد من الأنسولين لمرضى السكري سيدخل الكويت قريبا، أعلنت عنه وزارة الصحة من خلال مؤتمر صحفي، حيث سيشكل هذا العقار حدثا للمرضى حسب ما أكد استشاري الغدد الصماء والسكري، والذي قالوا أن العقار الجديد الذي يدوم مفعوله لأكثر من 24 ساعة اخترع لعلاج نوعين، الأول والثاني من المرض، أوجد حلولا كثيرة مثل مشاكل الهبوط المتكررة والمرونة في أخذ الدواء، فهو أنسولين قاعدي يؤخذ مرة واحدة في اليوم. الإعلان عن أنسولين جديد يدخل الكويت، وهو أنسولين تريسيبا أو دقلودق اسمه العلمي. هذا الانسولين من احدث الانسولينات اللي يعني اخترعت في العلاج الطبي للنوع الاول والنوع الثاني للسكر. وهذا الانسولين حقيقه يعني اوجد حلول كثيره لمشاكل كانت موجوده عند مرضى السكر، وهي مشاكل الهبوط المتكرر، مشاكل المرونة في أخذ الدواء. الإنسولين موجود بالسوق حاليا، ممكن الناس تحتاج له، ولو أنه قاعدي مفروض أنه يأخذ مرة باليوم، في كثير من الناس ما يوفي معهم قاعد أعطيهمها مرتين باليوم، فهذا شوي راح يحل لنا مشاكل كثيرة. أنه ينعطى مرة باليوم ما يكون في عنده ارتفاع شديد، يكون ثابت في الجسم على مدى 24 ساعة، ويقلل الهبوط بالفترة المسائية اللي الناس كثير تخاف منه، لأنه ينوخذ عند النوم.